هنيئاً والله لمن يقرا <applause> بصراحه في اليوتيوب اليوم بعض القراءات في اليوتيوب تجاوز مئه مليون فعليا في بعض القنوات على اليوتيوب تجاوزت عدد مشاهداتها مئه مليون فانا اتخيل سبحان الله في عهد السلف ربما لم يكن يعني اذا تلا القارئ لا يسمعه الا عشرين ثلاثين الف اليوم يقرا الشخص في منزله ولا في مسجده ويسمع المسلمين في اصقاع الارض تصل الى مئه مليون مئتين مليون